خلاله للحديث حول قرارات الفاف التي احتجت الاتحاد الافريقي حول الظلم التحكيمي الذي تعرض له المنتخب الوطني امس وعدم الذهاب الى غرفه الفار. كما سنعاجل الحديث عن المستوى الراقي والرائع لمحمد لامين عمورة الذي يبسم مره اخرى في دخوله بانه لاعب متميز وورقة رابحة لا يعتمد عليها الناخب الوطني جمال بلماضي. كما سنتوقف أيضا للحديث ما تعلق بتصريحات رياض محرز التي اشتعلت من خلالها مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذه التصريحات، وسنأخذ إسقاط أيضا لتصريحات نجم المنتخب المصري محمد صلاح. الحديث أيضا سيكون متعلق بخيارات بلماضي التي تثير الجدل في كل مرة ما تعلق بالأداء الباهت لبعض لاعبي المنتخب الوطني. هل سيحدث ثورة خلال اللقاء القادم ضد المنتخب الموريتاني، اللقاء الحاسم للتأهل إلى الدورة الثمن النهائي؟ والحديث أيضا سيكون بقراءة تحليلية بلغة الأرقام والإحصائيات حول منتخبات أنغولا، بوركينا فاسو وموريتانيا. كما سنتوقف أيضا الحديث عن ريبورتاج يطلعنا حول عادات وتقاليد سكان بواكي بكوت ديفوار. للحديث عن كل هذا أتشرف باستضافة كل من محمد ميهوبي محلل قناة البلاد. محمد مساء الخير، شكرا على البيت الدعوة. شكرا، مساء الخير والسلام عليكم. شكرا جزيلا لك. محمد شعيب أيضا محلل قناة البلاد سعيد عندنا يكون متواجد معي. محمد مساء الخير. السلام عليكم. شكرا جزيلا لك. جمال رشدي الإعلامي والناقد الرياضي ومحلل أيضا قناة البلاد، مساء الخير جمال. مساء النور خويا. شكرا جزيلا لك. أو شيء مع الكويز ما نسمع الكويز تاع لاكونة الجمادي ما يهمهاش. لا لا شابة شابة. أنا شابة على بالي. محلل قناة البلاد آخر إعلامي آخر مصطفى وعين، مساء الخير. مساء الخير كمال. شكرا لك. قاسم مهدي مساء الخير محلل قناة البلاد. مساء الخير. لو بوتي او دير حاله بصح. اه دير حاله بزاف لا محكمون عليها. زاهر جلول ايضا محلل قناه البلاد سعيد ان يكون متواجد معي. اهلا بك سي كمال، شكرا. ماهوش داير حاله. ماهوش داير حاله. سنتوقف. لا او دير حاله. اه مش على مكا. زاهر جلول او دير حاله. اه مام هو بتشكك في الشعله ويخلينا نحصل على على كل هذه صحيح جدا والله غادي تشكك ويروح يشعلها وخلينا لا حاصل نوكيسي بلا فرن الطبطب ودير حاله واش بيك وفلافا مازال طبطب فلافا غادي نقولها فلافا صحيح جلون احنا دولو هديه خاصه اويه بمناسبه الطمطم طمطم جبنا له هديه خاصه راح تكون فلافا تاع لي ميسيون باش يولي عاقل محمد بيومي باش يولي عاقل باش قايت هذاك ما نقدرش تشكيت على طمطم على كل تخش نبدا طبعا بالمنتخب الوطني وبالاحتجاج التحكيمي التظلم الذي يعني رسلت من خلاله الفاف وهيئه وليد صادي الاتحاد الافريقي الذي وعد بالنظر طبعا في هذه القضيه. نستمع لوليد صادي الذي يتحدث عن الاخطاء التحكيميه وعن التظلم الذي رفعته الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. ضربات جزاء غير محتسبه هذا يرجع الى حكم الفار، تقدير لحكم الفار، ما نتكلموش على المؤامره، ما نتكلموا على حتى شيء، لانه لو نشوفوا المقابله حكم الفار هو اللي ما عينش الحكم الرئيسي. الاحتجاج هو ما راحش يغير نتيجه المقابله، الاحتجاج هو ما هو الا تنبيه للكاف حتى المقابلات القادمه راح تكون فيه تحكيم نزيه ويكون فيه مستوى المقابلات المتقدمه. مصطفى وائل او يقول البريزيدون تاع الفيدراسيون ويقول باللي يعني هذا ما هو صدر الاحتجاج اللي دارته الاتحاديه الجزائريه لكره القدم ما هو الا تنبيه الكونفدراليه الافريقيه، ونظن يعني كان لازم من الاتحاد الجزائري باش يدير تنبيه هذايا على الحكم ما راحش لغرفه الفار. لا ولو في حديث انه اللي كان حكام الفار يعني هو هما اللي كانوا يعني انا بالنسبه لي ماهوش غير الحاكم تاع الفار، على خاطرش كي تشوف هذيك يعني الغلطه هذيك تاع ما مدناش بينالتي في العشر دقائق الاولى تاع بونجاح ماشي غير تاع الفار، حتى اللي كان الحاكم المساعد اللي كان جالي من هيك كان صرات قدامه يعني صرات قدامه. ما انا ما نلومش غير الفار، انا نلومهم في زوج. ربما الحاكم الرئيسي كان يتبع في اللقطه صدير كان يشوف اللعاب كان يتبع في البالون بالك ما شافش ولا عنده. مصطفى انا حاجه اللي لازم نتكلموا عليها، نتكلموا على التظلم، نتكلموا على الاخطاء التحكيميه، بصح ما لازمش نديروها الشماعه ونديروا التبرير تاع الاداء وتاع الخطه وتاع التغييرات وتاع اداء بعض اللاعبين. بالفعل كان اخطاء تحكيميه فيه احتجاج من طرف الاتحاديه، نبقى في هذا الموضوع، نروح للجانب الفني والتقني طبعا مع مرور الوقت من خلال
برنامج لاكان ديفوار، نقولوا على الاقل دارت الاتحاديه حاجه مليحه، لانه كانت الاتحاديه السابقه رئيس الاتحاد الكبيره على هيئه سفيزف، ولكن هذه الاتحاديه ايضا نفس الحاكم تاع الفار اللي كان في المباراه الاولى واللي كان في المباراه الثانيه، كنا قادرين نحتجوا لما تم تعيينه في المباراه الثانيه. بارك الله فيك، هذا واش حبيت نهضر انا. كرونولوجيك. تنبيه مليح داكور، بون رياكسيون، اونفا رياكسيون نورمال ديال رئيس الاتحاديه، ولكن كان ينجم يديروا التنبيه مع الاول ويعرضوا يعني لا ديزيناسيون تاعو. علاش نفس الحاكم من الكابون، نعرفوا حنا العلاقات اللي كاين بين واحد الطرف والكابون، نعرفوا هذه معروفه، راهي يعني حاجه بديهيه. كي نهضوا على ان كومبلو، صح يا ان كومبلو، انا جلو دي جلو ريبيت، ميم ولا كاين ناس اللي هم ضدي، انا كي نشوف يعني اغلاط تحكيميه من هذا الحجم ضد الفريق الوطني برك، نقول يا ان كومبلو. قول لي حضرنا قبل بدايه المنافسه، إيه؟ يعني هذا التنبيه هذا داري من الكولاسه، هذا يعني انا منتخب مستهدف جمال اربيت اسيستون، اربيت اسيستون هذا تاع الفار، هذا سي دو سي لو ميم لا ميم بيرسون كي ديزيدي بور دو ماتش، وكوم بارازار سامحني كوم بارازار اون ريفيز دو بينالتي زوج، واحد ضد الاخر لا تاع سليمان اللي ضربت فيه الديفونسور، وتاع بغداد بونجح تاع بونجح تقريبا، والبارح شفنا تروا بونجح واسلام سليمان، تروا تروا فوا تروا سيتياسيون، تروا فوا تروا سيتياسيون دو كمال. تفضل يزيد فضلك. نقاش مفتوحه. كاين فيه يعني بعض من الجزائريين يعني اخواننا الجزائريين كانوا ينشطوا يخدموا في لاكونفيدراسيون في لاكاف، من بعد منا هنايا من الاتحاديه، الناس عملت كلش باش هذوك الناس ما يبقاوش في لي كوميسيون انفا لي ديفيرس كوميسيون اللي كانوا فيهم، يعني شويه احنا تاني هذا نسالوا فيها هذا ما يحب هذا ضد هذا فهمتني، وفي الاخير المنتخب الوطني هو اللي راه يدفع، هو اللي راه يدفع الثمن. لو كان يعني لو كان او كونتر لو كان رونفورسينا لا بريزونس يعني وجود الجزائريين، ما نتعرضوش للظلم بالفعل. عطينا حقنا ما تحيديش حقي، هذا عطينا حقي محمد شعيب فيتو. حنا واش نتمناو ابري لو كومونيكي تاع الفيدراليه كو لا كوميسيون داربيتراج افريكان تكون عندها اون بريز دو كونسيونس كو الاربيتراج حاليا في افريقيا مازالو دير ضعيف بزاف، وهذا اللي راه ياثر على النتيجه وعلى الفرق وخاصه على الفريق الجزائري. دونك سي اشاك ماتش ما يعطيكش دو بيناتي ولا تروا بيناتي، هذا راح يضرك ويضر النتيجه، فهمت؟ دونك كما قال جمال كاين ان كومبلو اونفير ليكيب، مي نتمنى كو لي جوار تاعنا ما تدخلهمش في راسهم، هذا يصدون افون ابري كاين الاربيتراج يمدوا لي ميم ماتش، سي با نوت بروبليم، حنا اون في ليفور نيسيسار بو غاني لي ماتش. محمد بيهوبي، نتمنى مبادره الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، ونتمنى ان شاء الله تكون قرارات سريعه مثل ما جاءت قرارات الاتحاد الافريقي في قرارات عادل عمروش مدرب المنتخب التنزاني، ونتمنى قرارات جريئه بعد ما حدث اليوم في النفق المؤدي لغرفه غير الملابس بين لاعبي المنتخب المغربي ومنتخب كونغو الديمقراطيه، نتمنى ان تكون قرارات جريئه وشجاعه من هذا الاتحاد الافريقي اللي نذكر وراه هنا. هذا ما يعملش انا نقولوا باللي عندنا لاعبين مستواهم منقص والاداء راهو باهت، والمنتخب اللي توفرت له الدوله الجزائريه كل الامكانات اليوم راه يصارع باش يتاهل ومحتل المرتبه الثالثه، لا نتكلموا على كلش، ونتوقفوا على تصريحات محرز اللي نشوفها انا شخصيا استفزازيه اكثر منها منطقيه واكثر منها موضوعيه. اليوم واحد عاود نذكرها، واحد مارون كبير عليك ناسيونال، واحد مارون مدير مزيه في الجزائر للمره الالف، مارك دير مزيه حتى واحد، حتى لاعب كبير، نعم ادائك نقص، ساتي لتصريحاتك طبعا بعد لحظات. محمد بيوبي، اليوم يعني كما قالوا معظم الجماعه ولي زون كي زون انترفونو، يعني انهم حقيقه فيه اشياء اللي راهي في الكولاسه باينه. شوف المقابله الاولى ضد فريق الانغولي، وين الهدف اللي لا تروفيزي تاع منجح، تو انا ما مشاوش كاع تكلموا معاه، شوف لافار ما تشوفش الا ايتي سانكسيوني دان الجو سي بون، باسكو عندك قائد ما يتحركش، قول صراحة. لا 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 لا، هنا الدور تاع قائد الفريق. لا لا زيد نتكلموا يعني على الخطا. وبعدين في التلفزيونات العربية وين هي اون انترفونسيون
du grand technicien arbitre le syrien Sharif بارك الله فيك و لا ديمونتري ا بلس بي بلي الهدف حقيقي وما فيش تسلل يعني هذه اول شيء 2 0 مع فريق ضد انغولا تقدر تقتل المقابله الامس تمشي ب 1 0 وفي لي 10 مينوت الاولين تغير المقابله ان بارتو ويعطي لك بينالتي الدوزيام تبدل المقابله بارك الله فيك بس جوج فهمت اشياء كثيره لهذا اليوم الحمد لله للاعبين قعدوا مركزين وعرفوا كيفاش يعودوا في المقابله صحيح نجي نجي نقاسم هذه ونروح مباشره الى بواكي مع زامل ودرسي عندما تشوف مجريات الامور نقدروا نقولوا يا ان كومبلو كومبلو كونتر لاجيري كونتر اللاعبين كونتر المدرب كونتر التصريحات اي كل ما هو جزائري اللي سانكسيونابل استادير شفنا القضيه تكلمت عليها سي كمال على عمروش توت سويت لي سانكسيون خرجوا توت سويت العقوبات انا نظن لازم واحد يعاود بلا ما كونفوكي بارك الله اكزاكتومون جامي صرات اكزاكتومون جامي صرات دونك انا ليا هذا الشيء اللي دارته الاتحاديه يفالي اونتيسيبي افون قبل عندنا المباراه الاولى يفالي اونتيسيبي وعندنا اليوم عندنا اخي كاين حمودي كاين دي جون كاين اللي راهم في لاكاف كاين دي جون اللي عندهم العلاقات خويا حنايا يفالي بريباري لو تيران ثاني المنتخب هذا باش ما نحشموش ملاح حنا نحشموا بارك الله حنا نحشموا حنا الجزائريين كيروحوا لي زوتر بي في بلدان اخرين نولوا محترفين نولوا مهنيين في بلدك ما كان لا احترافيه لا مهنيه لا موضوعيه راه كيما ذاك الجندي راه على الحدود اللي يدناش عارف يجدوا النار لا لوجيك هذه لا لوجيك نعطيك ان اكزومبل نعطيك ان اكزومبل نتكلم اليوم شفنا المباراه تاع المغرب انا شفنا كيفاش التصرفات تاع المغاربه فوق الميدان وخارج الميدان اون فوار اسكو يكونوا عقوبات ولا ما يكونوش عقوبات ولهذا التحكيميه اللي فضل الفريق قاسم مهدي ما سمعناش كمال نظن واش قالوا لي كوليغ لي زامي سي لا فيريتي بصح كاينه حاجه قالها الشيخ شعيب سي امبورطون ان شاء الله لي جوار ما يخرجوش من الموضوع تاعهم باسكو هي الحاجه لا بليز امبورطون لو ستاف تكنيك ولي جوار يقعدوا في لا كونسونطراسيون تاعهم كاين ناس اللي هم هنايا باغي يرجليو هاد المشاكل لازم هما يديروا خدمتهم وما يدناوش لي جوار ما تدخلش في لابريسيون في حاجه واحده اخرى باسكو تقدر التخوازيام ماتش بلا بريسيبيتاسيون لاربيت تخمم في كلش تولي دير نامبورت كوا حنا الحاجه اللي مليحه مالغري كاع هاد الشيء ما خسرناش وشفنا ان رياكسيون بوزيتيف استادير كو ربحنا شويه سور لو كوتي بسيكولوجيك وانا جيسبر ان شاء الله باللي ما يدناوش الناس اللي راهم تما اون جينيرال اللي راهم خدامين مع ليكيب كسوا ستاف تكنيك ستاف ميديكال وكاع الناس اللي راهم تما يقعدوا كونسونتري على خدمتهم استادير لو كاري فير اليوم حتى يعني ما بسكولش في دوتر ماتش حضرنا المقابله الثانيه تاع تنزانيا السبيكر باللغه الفرنسيه على بين سبور ما امنش ضربه الجزاء كيفاش تلغات ولات كورنر يعني اشياء يعني اللي ما امنش رافار واش دارت اليوم تنزانيا اذا حرمهم من واقعيين الناس واقعيين الناس يعني اليوم راهو التحكيم ضعيف ولافار ما في با سون ترافاي ماهيش داخل منها ضعيف في افريقيا ماشي مليون ما يعني قليل وين ياو دي هكذا يعني دورات اللي ما فيهمش غلطات تحكي سينو انا بالنسبه لي انا كون نبدا نحسب لك شوف عادي مصطفى سي با نورمال امر غير عادي اسمح لي في ثلث حالات الحكم تاع الفار ما عيطوش الحكم تحسب لي كاين مؤامره شوف نقول لك اونيتمون تحب نقول لك واش ما نظنش كاين مؤامره انا نظن ماشي نظن انا قانع باللي التحكيم ضعيف صح مؤامرة سامحني مي انا دايرها ما نقدرش نامن ما نقدرش نامن مؤامرة انا بالنسبة لي نحترم مصطفى غالب مي تحكيم تحكيم ضعيف وضعيف جدا جو سوي داكور ولكن التحكيم هذا كيكون ضعيف لازم يكون ضعيف من جوج جهات البروبليم شي كاو ضعيف من جهة كونتر علينا إبا أنا ضعيف معنا وماهوش ضعيف مع الآخرين هذا هو كان واحد الوقت كان واحد الوقت تحكيم ضعيف اسمح لي أنا صحفي ونقول واش نخمم واش نشوف كان تحكيم ضعيف في سبيلنا احنا ما سمعت حتى واحد يقول هذا الحكم ضعيف تقدر تعطينا 200 مصطفى انا ما عنديش خلاص في الوضع الحالي مصطفى عنده شجاعه في الوقت الراهن الله يجازيك خليني جاك نعطيك حق الرد اعطينا 200 مصطفى مثلا الجيري بوركينا فاسو هنا ربحناهم 1-0 إيه؟ بوركينا فاسو عندهم بينالتي العصاص تاع تشينا تاع بوفاريك شافها الاربيت اللي كان داخل ما شافها شكرا شكرا وي وي جمال راجدي سي فري كو هذاك ولا هذيك العشيه وغدوه من ذاك تأهلنا الكوب دافريك ما سمعت ولا واحد يقول الحكم هذا ضعيف
ظلمهم ما عطالهمش ضرب الجزاء. من بوركينا فاسو؟ انا قلت وانا كتبت هذاك النهار مصطفى سامحني انا في الجريده هذاك الوقت معليش من بوركينا فاسو داو ضرب الجزاء خياليه في الذهب وربحونا 3-2. اه داكور باش نكونوا لوجيك حنا ثاني. نو انا قلت لك كونوا لوجيك. اه تفطر بيك باش ما تعشابك كل عالم راه يصير هكذا حتى البلدان الاوروبيه والكبيره كل عالم يصير هكذا. اه والانديه العالميه كمال خويا كمال كل عالم يصير هكذا. هذيك المقابله هذيك اللي تهدر عليها اسمح لي كل عالم يصير هكذا صحيت حتى حنا نسيروا هكذا ريبورتو الى العالم احنا ثاني ايه دونك يحتاج لا لا ولكن كيما هذيك كيما كيقول لك تشابي ان اكزومبل هذاك كان حق الرد باسكو نفس الشيء صارت لنا في الماتش علي ودخلت الدوله جو بيان دي الدوله تاع بوركينابي باش بحال تحكموا في هذاك هذاك الماتش على بالنا على بالنا واش صرا واش صرا والخلفيات اللي كانت في هذيك المقابله وفي الثانيه نفس الشيء وانا جو بونس كو سي دو دونون دونون في امور كيما هادو ولكن دوكا في الوقت الراهن معليش دونون دونون معليش مصطفى مش هذا الديبا تاعنا مصطفى الوقت الراهن مش الديبا تاعنا راهو كومبلو كونتر معليش مش الديبا تاعنا صاير جلول بعد هذا الاحتجاج هل الحكام يحسبوا لنا الف حساب بمعنى المباراه القادمه ضد موريتانيا راح نكونوا في كامل اريحيه ما نظنش لان شوف عندما تحتج هكذا في خاصه اون بلان كومبيتيسيون نظن كما يقول لك كوتو دوبل ترونشون يقدر يكون ضدك يقدر يكون معك دونك سا ديبون لا سيتياسيون تاع المباراه لان المباراه هذه تاع موريتانيا اللي جايه ما نقدروش نقولوا في حوزه الجزائر ولكن كاين امور اللي قادر الحكم يكون معك او ضدك ولكن انا حبيت برك نزيد نقول كلمه واش كان يقول مصطفى سي جمال بسرعه بشرح البوكي يا ليبلي شوف حقيقه فيه ضعف حكام الأفارقة ضعفاء جدا ولكن فيه مؤامرات ضد الجزائر لأن ما يتحسبلكش ضربة جزاء الأولى والثانية والثالثة فيه علامة استفهام أنت عشتها كبيرة. وسنعود إلى تجربتك والإسقاط تاعك حتى محمد شعيبة باش القاسم باش نروح للبوكي كمال تفضل صح ميتنون تو موند سي كاع الجزائر دوبي قاسما ولي زربيت حنا عقابنا وهما عقابنا فهمت مي الحل وين راهو واش لازم نديرو؟ واش حل فوقاني فوقاني لارجومون فوقاني لارجومون ماكي دي بيت نضربوهم باللعب بريباري سو بريباري بيان سو دوني افون وما تبقاش تحجج لي ومن بعد خليه الاخر وما تبقاش تحجج لي بالحكم قاسم مهدي باش راه البواكي الزامنه ولد راسي حتى يطلعنا على اخر المستجدات هناك كمال انا كتاب الحكم سياخذ الحكم القادم راح يدير الف حساب اي خطا يعتبر لا لا دوكا بلا بريسيون اللي داروا له سي نورمال البروشان اربيت يخمم بالك اكثر وبالك تكون نورمال حنا كما قال الشيخ لازم لا رياكسيون في التيران حنا كي تربحوا ما عنده ما يغلط الاربيت معك وربما يولوا كونتر علينا لا لا باسكو حنا تانا ام يقولوا لي زاجيريان اشاك فوا جيد على كل دول خطير محمد شعيب لانه زملاء طبعا ينتظرون امام مقر ملعب الثانويه الكلاسيكيه وليد رايسي وكل بيت نحيا وليد رايسي عبد الله النغلي محمد عباس دحو قادر الحمروه لمسيون الحيم وتحيه خاصه وتحيه حاره ايضا لاخي الصغير وليد رايسي مساء الخير مساء الخير زميلي كمال مهدي تحيه لك ولكل وليد لا استمع لك كل متابعي برامج كان الرياضيه ومتابعي برنامج كان ديفوار الذي تنشطه انت والزميل يزيد جمعه بارك الله فيك وليد رايسي أطلعنا على آخر الأخبار ولا آخر المستجدات خصوصا ما تعلق بالاحتجاج تاع الاتحاد الجزائري لكرة القدم حول قرار حكام الفار هل هناك جديد في هذه القضية وليد؟ نعم اليوم نحن كإعلاميين وصحفيين جزائريين مكلفين بتغطية الكان متواجدون الآن أمام ثانوية الكلاسيكية جئنا خصيصا من أجل تصريح لرئيس الفاف وليد صادي الذي فتح المجال للقنوات الخاصة خاصة وأدلى بتصريح حول الحاكم أبونجيلي طوم الحاكم الجنوب إفريقي الذي ذبح الجزائر في مباراة أمس بعدم احتسابه لعدة أخطاء ولتقريبا ثلاث ركلات شرعية أكد رئيس الفاف وليد صادي أنه قام بتقرير مفصل رفقة نائبه العام ومنحه للأمين العام للاتحاد الإفريقي وكل هذا أكد وليد صادي أنه تلقى رد من الأمين العام للاتحاد الإفريقي بإعادة مشاهدة اللقاء والوقوف على كل الأخطاء التحكيمية التي بدرت من هذا الطاقم التحكيمي الذي حرم الجزائر من فوز كان في المتناول وصعب من مأمورية الجزائر وأدخلها في حسابات كانت في غنى عنها
طبعا الوالد راشي المدرب الوطني في كل مره ينتقد التحكيم، لكن هذا ليس بالشماعه او المبرر لاداء المنتخب الوطني اللي عنده كامل الامكانيات باش يكون في المرتبه الاولى ويتاهل بكل سهوله ويحضر للدور الثمن النهائي. هذا ليس مبرر، ولكن بالفعل في اخطاء تحكيميه، هناك رده فعل من طرف الاتحاديه، هذا شيء يحسب لها. ما تعلق بالحصه التدريبيه، ما تعلق بمعنويات اللاعبين، كيف هي وليد راشي بكل صراحه؟ ضعنا في الصوره. حتى أضعك في صورة، منذ التحاقنا ببواكي لأول مرة الناخب الوطني جمال بلماضي وثلاث لاعبين يخرجون للأنصار للحديث معهم وربما أمام مرأة الصحافة، هذا ما يؤكد على أن الناخب الوطني واللاعبين يعيشون الضغط مسبقا. اليوم كانت مبادرة طيبة من الفاف ومن الناخب الوطني واللاعبين، خرجوا تحدثوا مطولا من الأنصار، لقوا ربما دعم كبير وحافز منهم، وحتى نحن كرجال الإعلام أعطينا دعمنا للناخب وللمنتخب. فيما يخص الحصة التدريبية لنهار اليوم، التشكيلة الأساسية بقيت في الفندق، لكن التشكيلة الاحتياطية قامت بإجراء تدريب عادي روتيني تحضيرا لمباراة موريتانيا، كانت مغلوقة أمام وسائل إعلامية ولم تكن هناك منطقة مختلطة، على أن تقام حصة يوم غد بداية من الساعة 5:30 مساء بتوقيت بواكي والسادسة ونصف بتوقيت الجزائر. حصة تدريبية تكون مفتوحة لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة مع توفير منطقة مختلطة، على أن تقام أيضا ندوة صحفية للناخب الوطني جمال بن ماضي ولاعب المنتخب الوطني حسام عوار يوم غد بداية من الساعة 1:15. نتمنى أن يحقق أو تكون التحضيرات فعل خير على المباراة التالية على المنتخب الوطني لتحقيق الفوز أمام موريتانيا دون أي لغة حسابات. وليد رئيسي شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، وراني شاعر بك خويا العزيز وهنالك كلا متشرده، وعلى بالي راك عم تكمل مراسله بكري وتهرب وتدخل كمان خويا العزيز تفضل. كمان والله الحاجه اللي تطلع المورال هنا في افريقيا ولا في التغطيه هي انه العمل الجبار حقيقه رانا نقوم به، لكن العمل الجبار الذي يقام على مستوى الجزائر فضلكم انت يا سيد جمعه رئيس تحرير وليد مرجاوي دون نسيان اعضاء طاقم الموقع البلاد اللي نقدم لهم تحيه كبيره وخاصه صح التقنيين بينهم زكي اللوز. شكرا شكرا وليد، وانتم ايضا تقومون بعمل جبار، تحيه لك لدحو كادير الحمراوي لمحمد عباس ونغني، وشكرا لك شكرا جزيلا. وهديه تاع جلوله عندي اللي بعثها لي باش نهديها له في نهايه الحصه ونخلوها مفاجاه، الهديه عندها علاقه بالطمطم. شكرا وليد رئيسي، شكرا على كل ما تقدمونه يوميا عبر قناه البلاد. شكرا شكرا جزيلا لك. شوف انا الشيء اللي نتمناه هو في لي بروشين سيونس لونترينمون ما يكونوش اوي كلو. اليوم اللعب محتاج هذاك السيبورتور، محتاج هذاك الصحافي، محتاج الناس اللي يطمنوهم، الناس اللي يعطوهم لا كونفيونس. لاعب يحس اليوم اللاعب بحاجه لهذيك المساندة، الى لا تيت دون الكيدون. لازم كي يشوف محب تاع الفريق ولا جورناليست ويهضر معاه الاخر تولي له الثقه. هذيك احنا اليوم غالقين عليهم، انا غلقنا في التدريبات في لي ماتش اميكو في الاخر، واش جبنا؟ واش ربحنا؟ بارك الله فيك. واش ربحنا؟ صح محمد. الو خلي اللاعبين يشوفوا الصحفيين، خلي اللاعبين يشوفوا الناس اللي يسمو ديبلاسي من ناحيه تما باش ما يقدرش يشوف لونترينمون تاع الانترناسيونال. جيت محمد ولات سي با باش ناخذ الاخر، انا تكلمت على هذا الشيء اللي لازم يفتح، ولكن سي ديفوني اون توندونس عند كاع لي زونترينور دون الموند اونتي، لا في دو ماتش ولا يعطيك ان كاردور ولا يعطيك ان كاردور من بعد مانيش نقول لاشاك فوا اشاك فوا نوسي في الظروف كيما هادو صعاب. انا لا بلاص بن ماضي ابري ليشيك كونتر انغولا ودخلي مفتوح ونهضر مع الناس فوالا، ميم اللاعبين راح ربما يلقاو راحتهم وراح يفرحوا بهذا الشيء هذا. ميم كي تشوف هنايا هنا في الكلوب تاعنا، كي تشوف السيبورتر يحب طول طون ليكيب تاعو، دي فوا 48 افون ماتش ديربي تحس باللي الناس تجي يغنيو في ستاد تاع لونترينمون، حنا لو كان يفتح لهم كاباب بالك 48 قبل الماتش يجيو يديروا لهم من موتيفاسيون سوبليمونتير، شكون رانا معكم، يغنيو لهم شويه، ميم لو كان يعطي لهم ماشي لونترينمون كومبلي، مي بعض ليشوفمون ومن بعد كي يبدا هو في تو سكي تاكتيك تو سكي تكنيكو تاكتيك يقدر يقول لهم يعطيكم الصحه. انا تحدثت نقطه جدا مهمه، انا ضد، نعاود نكررها وانا مسؤول على كلامي وعندي الجراه باش نقولها، انا ضد تغلق لي زونترينمون على الصحافه
وتغلقوها على الجمهور وتغلقوها على المحيطين بشحال اليوتيوبر العالميين النجوم المعروفه تدخل تاخذ صور تذكاريه تفطر معاكم تتعشى معاكم تمشي معاكم في ليزوتيل تطلع لي شومبر مع لي جوار. انا ضد هاد الامور. اذا كان التركيز غيكون تركيز 100% على الصحافه على الجمهور على اليوتيوبر على الكل وليس على الجميع. سأجل نختم معك هذا الجزء المتعلق بالتظلم التحكيمي في 30 ثانيه. لا الدور التحكيمي راح يلعب دور كبير لان في بارتي في بارتي دي جو راح يكون سواء راح يكون ينعكس كما يقول لك سلبا على المردود وعلى النتيجه او ايجابيا. ولهذا نقول لك اليوم المبادره ذات الاتحاديه مبادره جيده وزيد مبادره يدالها الناخب الوطني مع اللاعبين راح يتكلموا مع اللاعبين. انا نظن هذا راح يدير راح يجيب شيء ايجابي 100%. طبعا هذا الذي نتمناه. في الجزء الثاني سنتحدث دائما للمنتخب الوطني عن اداء مورا عن خياره الناخب الوطني ومواضيع متعلقه بالكان كوت ديفوار. ابقوا معنا تدابوا بعيدا. عندنا كامل الثقه في الفريق الوطني بروفوت.